أحكي لكم اليوم عن حديثي الولادي بشكل عام وعن الأقسام ورعاية حديثي الولادي. طبعا نسبة الولادات عندنا في سوريا هي تقريبا حاليا الأعلى في العالم، كانت الثانية بعد كينيا قبل مرحلة الإيدز، حاليا هي الأعلى في العالم، حوالي 40 بالألف من عدد السكان. طبعا فينا ولادات سنوية على 40 بالألف. في نسبة الوفيات كانت عندنا قبل الحرب، حاليا ما في عندنا إحصائية دقيقة حقيقة للوفيات حول الولادة. نسبة الوفيات حول الولادة السابقة كانت حوالي كمان 40 بالألف من حديثي الولادة، وهو رقم عالي جدا جدا. طبعا كان بالسبعينات والخمسينات كان 200 بالألف، يعني كل 1000 يموت منه 201. حاليا مع بالقرن 21 بالذات صار في قفز نوعي جدا في خدمة حديثي الولادة. لو افترضنا أنه في سوريا أنه نسبة الولادات 40 بالألف، فعندنا إحنا في المحرر ما يعادل 180 ألف ولادي سنويا. في عالميا الوفيات حول الولادي قبل وأثناء وبعد الولادي هي الأعلى في تاريخ العمر لكل إنسان كله، حوالي 65% من الوفيات تحدث قبل وحول وبعد الولادي. فنحن عندنا خطر عالي جدا، لأن حديثي الولادة مخلوقات هشة جدا، لا سيما إذا كانوا خدج، يعني ولداني خداجي، يعني ولدان قبل ما يكمل 9 أشهر، هي كمان بتحمل إمراضية عالية جدا. نسبة الإمراضية العالية عالميا حوالي 7.8%، عندنا ما في نسبة بس أتوقع أعلى من هيك بكثير. يعني هذا الأمر بيفرض على المجتمع بشكل عام أن يكون في عندنا بنية تحتية قوية جدا في أقسام حديثي الولادة، الحضانات والعناية المشددة لحديثي الولادة، إنقاذ بس بدي نوه على شغلة بسيطة جدا. ساعة ما حول الولادة الأولى إذا تأخرنا في تقديم الخدمة الطبية للطفل، نحن إن لم نخسر إنسانا فقد خسرنا إنسانا فعالا. يعني هو الباقي على قيد الحياة الطفل في خطورة عالية، في ولادي بخطورة عالية، إذا خلال الساعة الأولى أو الخمس دقائق الأولى ما خسرنا إنسان فخسرنا إنسان فعالا، بل زدنا عبء على المجتمع. لذلك نحن بحاجة إلى أعداد هائل جدا من الحضانات بالنسبة لعدد السكان الموجود عندنا هون. نحن في عندنا قبولات في حديثي الولادي، في عندنا نوعين من القبولات في المراضي حول حديث الولادي، اللي هي الأذيات التنفسية أو الأذيات الإنتانية أو الأذيات الولادية. المهم أي إمراضي بتخلي الولد غير قابل على الاستمرار في الحياة دون تقديم دعم طبي له. هي تنقسم إلى قسمين، قسم بنستقبله بالحضانات العادية مثل الشايفين هاي حاليا، وهو مقدم له فيها نحن تدفئة وتغذية وأدوية وأحيانا دعم بالتنفس. يعني طبعا في عندنا نسبة لا بأس بها، يعني أنا واحد من الولادات تحتاج إلى عناية فائقة، اللي هي العناية المشددة، يعني دعم التنفس بالأجهزة. البنية التحتية البنية البشرية لأقسام حديثي الولادة تتألف من الكادر التمريضي والكادر الطبي، أطباء أطفال. للأسف عندنا كادر قليل جدا من أطباء الأطفال حاليا في المحرر. الكوادر حاليا في عندنا تأهيل مستمر، وتقريبا نقترب من الاكتفاء الذاتي بالكوادر التمريضية، بس بالعدد الحضانات حتى الآن ما عندنا اكتفاء ذاتي على فكرة. يعني احنا عندنا أقل من نصف المطلوب في المحرر، عندنا أقل من نصف المطلوب بالنسبة للحواضن، وأقل من نصف بكثير بالعناية المشددة. يعني احنا الطفل نحن بنحطه على جهاز المراقبة هون ساعات قبل ما نعمل له حاضنة أو قدم خدمة كبيرة جدا للمجتمع، بحيث أنه سابقا كان ممكن الأم، وحتى الآن ممكن الأم تنتقل من مشفى لمشفى لمشفى بحثا عن مستشفى يوجد فيه حاضنة. يعني يكون الطبيب النسائي مقدر أنه هذا الوليد في خطورة عالية. أحيانا بيجينا أطفال نساء من عفرين ومن سجو، يعني هم من المخيمات من الأطمة تجي لهون. طبعا القسم قدم خدمات كبيرة جدا للمجتمع، مثل ما قلت لك أنه
حديث الولادة في خطورة عالية بشكل عام مقارنة مع المجتمع، وفي خطورة أكبر لأنك تكسب إنسان أو تخسر إنسان فاعل. المستشفى يقدم خدمات هائلة جدا، في ضغط عليه من البنية في البنية البشرية، يعني قلت لك عدد الأطباء والتمريض ما زال غير كافي، لكنه في طور إن شاء الله التأهيل المستمر ممكن في المستقبل أو المستقبل القريب يكون عندنا كفاية من التأهيل. هل إحنا عندنا القسم هون مقسوم إلى قسمين، فإن 14 حاضنة حديثي ولادي عادي، هي الرعاية الأولية تبع الرعاية الثانوية تبع الحديثي الولادي، وفي عندنا 10 حاضنات عناية مشددة. في قسم الحواضن مستقبل الأمراض حول الولادي، الخداجي، فشل النمو داخل الرحم، تثمين حديث الولادي، تهيئة الطفل للتعامل مع المحيط الخارجي طبعا لأي سبب كان، خداجي أو أي مرض تنفسي أو أي مرض آخر يعني أو عصبي، فنحن بالحواضن عندنا بنحطه فترة طويلة، فترة تتراوح من أيام، أحيانا في عندنا طفل صار له شهرين ونص، وجدنا عندنا أقل من كيلو، حاليا صار راح كم يوم بيتخرج. لا شك العدد غير مقبول، غير كافي يعني، والخدمات التي يقدمها للمجتمع خدمات كبيرة جدا خاصة في هذا المستشفى. العناية المشددة قسم حديث عندنا ناشئ ما صار له 15 يوم تقريبا، بمبادرة طيبة من منظمة سمز يعني مشكورين، قدموا لنا 10 حاضنات بما يلزمها من أجهزة تهوية آلية وجهاز غازات الدم وجهاز أشعة وكادر تمريضي وكادر طبي، وهذا شيء تقريبا غير مسبوق في المحرر. هذا العدد من الحواضن تقريبا سامس حاليا عنده في هذا البناء لحاله 20 سرير عناية مشددة ولدان. والله أنا حاضر شغلي، أنا من هالناس يعني، أنا ممكن زوجتي أو كنتي أو ابني أو كذا يحتاج حاضني في أي لحظة من اللحظات، فما بس موجهون أي نصيحة غير أنه يتوجهوا للمستشفى إذا زب الأمر، وأنه يكون في عندهم متابعة قبل أثناء الحمل، متابعة الأم الحامل أمر أساسي جدا وضروري في تقليل الإمراضية. في بحب وجه نداء، أول شيء نداء شكر لمنظمة سامس حقيقة على الجهود العلمية، يعني ما بس بيقدمونا معدات وجهود علمية، يعني أنا إذا حالة تعبانة بنتصل باستشاري بالولايات المتحدة الأمريكية برد علينا بيعطينا النصيحة الطبية، يعني إذا قصر علمنا مسافي وكثيرا ما يقصر، يعني نحن بشر يعني، ففي عندنا استشاريين مرجعيين بيقدمونا نصائح. بحب بس أطلق نداء لجميع المنظمات الإنسانية أن تزيد من عدد الحواضن في هذا المشفى وفي مشافي أخرى، لأنه حتى الآن نحن بعيدين جدا عن تقديم الخدمة الكافية أو العدد الكافي بالأحرى العدد الكافي من الحواضن للمجتمع.